مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة في كلام فات ميديا. حلقتنا النهاردة طبعا مليانة أخبار كتير بعد اليوم الحافل بالإنجازات للكرة المصرية امبارح والفوز بتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019، وإن شاء الله مصر تكون قادرة إن هي تنظم أفضل نسخة في الكان زي أكيد ما شفنا قبل كده في 2006، وكمان فوز محمد صلاح امبارح بجائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية للمرة الثانية ليه على التوالي. كمان برضو النادي الأهلي امبارح حقق فوز على سموحة بهدف دون رد في المباراة المؤجلة ليه من الأسبوع الـ15 لبطولة الدوري المصري ممتاز. الفوز ده هو الأول للمدير الفني الجديد مارتين الأسارتي، إن شاء الله يكون بداية طيبة وانطلاقة قوية جدا للفريق بعد التدعيمات الأخيرة.